بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الصوم، الصوم ما يصدق أيام لغة عربي فتاة صومك يعني ما الإمساك أبرية يعني والإسن يبرين. ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أنسي اللي ما يبأسك يلها نذر حولي أربر حولي يا بوامي أربر حولي يب إسن يبرين أربر حولي ليك معك سيانا منه. أي ومنه قول النابغة أنو ميما خير صيام فروسا صوم تم فروساكي وخير غير صائمة صوم نوع فروسا بمعنى ممسكة عن الصهيل وابتا فارس ابتا تنصيح ابتا روها بويتا فارسكي ودون قول ابتا فارس او ليكي معكي معكي سيدين فارسكي حيث فارس ايانا تحت العجاج واخرى تعلو كل جمال فارس حرب الدلا حرب القوة بحتاج نهرك قبل سنة سر حرب دا يود تتعكو سنة ارد بحتا تيت هاي تقف وعدي خيل ممسك عن الجري أردك كادو حرب الدل تكو أكوك تكو بورن قصت هيني من فارس كي وخيل غير ممسك قد يين ترد يين فارس أهين كسي دي حمانا دي تمعنا سمتي معنا. فشرعا شرعي ممدقال شرع اللي أشد قلنا السم حاي قال النووي رحمه الله في المجموع يمي إمساك أبرية مخصوص برسل أبرية عن شيء تكتينك سيني أبريني عن شيء مخصوص كاكي سن يبرين كادو بار سليمي في زمن وقت مخصوص يميرغي وقت كادو هاي من شخص مخصوص أمان مهنة كادو يميرغي مرا استبرم يكاك اسن يبري ياي تو و اسن كاك يبرين انتو ودي يبرين وقت كادو يميرغي دوروي انكي يو وقت ناي استبرم كادو يميرغي هنمو سوم اللين ينهي مرا ايانم في النهاية تها شرعية تلياشي لغا. وتبعه الحافظ على هذا التعريف في الفتح فتح الباري لي كاكتاته تعريف لي حافظ كاكتاته ابن حجر إلا أنه قال إدو السمين بشرائط مخصوصة شروط التي لهتني ياكمي يعني عفر فتاي ياكمي التي برس لهي الدين فردين هو مبور بدل قوله من شخص مخصوص يعني بشرائط مخصوص يعني مده أسر. وقال أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير رحمه الله يما هو الإمساك يسن بري عن المفطرات صوم سنامك تقليمي مع اقتران النية به يسن يبرين مهنية محسب لكو منك فنسن يبرينه ليك معك سن يبرونه نيال يبرون من طلوع الفجر فجر بعد عماي إلى غروب الشمس يروح لتم هذا الفجر فجر الثاني نهاية الفجر تفجر بعد عماي إلى أيروب داك حلتم وقفنا لا يسن يبرين مهن صوم سنك تقليمي مع النية سورة البقرة هاي أسماء أخرى للصوم صومي يعني ما صوم النار لكن غيري مقاعد